بهذه المناسبة معنا الكابتن رشيد الطاووسي المدير الفني الأسبق لمنتخب المغرب. كابتن رشيد صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير. تحياتي يا فندم وتحيات الشعب المصري كله والجماهير العربية لما يقدمه المنتخب المغربي في كأس العالم 2022. السي كريم تحياتي الخالصة والحارة ليك شكرك. وكل الشعب المصري وكل العرب ومساندكم للمنتخب المغربي، وهذا شرف لنا كذلك باش تكونوا كل العرب منتفين حاليا حول المنتخب المغربي الذي يمثله من حين. شكرك يا فندم. المنتخب المغربي يقدم بطولة رائعة جدا، يفوز على كرواتيا، يفوز على بلجيكا ويتعادل مع كرواتيا ويفوز على كندا، مواجهة كبيرة وصعبة بكل تأكيد أمام المنتخب الأسباني، كيف ترى هذه المواجهة؟ أكيد هناك كل توقعات لم تكن تصب في هذا الاتجاه، ولكن مع التغيير ديال المدير الفني أولا شخص وليد الكراكي، وكلنا نعتز كعرب وكأطر عربية بأن يكون مشرف المنتخب مدرب محلي والذي أبان على قدرات عالية من ناحية تدبير المباريات، لأنه سبق وكان كان لاعب المنتخب مع كويرو آنذاك، وكان كان لاعب كذلك مع السيد بازم الزاكي نهاية كأس إفريقيا في 2004 في تونس طبعا، وسبق وكان كذلك مساعدي في المنتخب 2012 كأس إفريقيا في جنوب إفريقيا. عظيم. وأظن بأنه هذه التجربة كلها حاليا تصب في هذا الاتجاه، لأنه استطاع بحنكته وبتجربته باش يلم شمل المنتخب وأصبحت كعائلة، وأصبح كذلك بتجربته الكبيرة جدا أن استطاع أن يلم كل الإيجو شناهي، كل لاعب عنده هو نجم استطاع باش يجمعهم، شخص جياس الذي وحيد لم يستطع ان يشمله، شخص المزراوي كذلك، وهذو لاعبين كبار لعبوا بطولات اوروبيه. صحيح. فالسر اول شيء هو المفتاح الاساسي هو وليد الكراكي، كناخب وطني، والسر الثاني بانه العناصر غيرت عقليتها، اصبحت تتحلى بقيم عاليه جدا، لانه الكبوه ديال كاس العالم 2018 وانا سبق وقلت فيها يجب ان نستفيد وناخذ دروس من كل كؤوس العالم. 2018 لما ظهرنا بظهر مشرف، ولكن النتائج لم نحقق اي شيء، خسرنا المباراه الاولى مع ايران، خسرنا كذلك مع بلجيكا، وتعادلنا مع اسبانيا. المدرسه الاسبانيه مدرسه قريبه من 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 من, 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 من المغرب، نعرفها جيدا. وكذلك هناك لاعبين يزاولون في البطولات الاسبانيه والبطولات الاوروبيه، لان المحور الاساسي يعني في البطولات العالميه هي اوروبا. صحيح. احبينا او كرهنا، ولكن هناك لاعبين يمارسون يعني في هذه البطولات، خصوصا البطوله الاسبانيه، اخص بالذكر اللاعب الحارس بونو، نصيري كذلك، الزرزوري، وكان هناك لاعبين تكونوا كذلك في اسبانيا منهم اشرف حكيمي. صحيح. اشرف حكيمي تكون في ريال مدريد، وهذه كلها يعني قيمه اضافيه بالنسبه للمنتخب ديالنا. زيد على هذا كما قلت المدرب حاول يخرج لاعبين من هذه المشاركه من اجل المشاركه في كاس العالم. الحين لما قطعنا الشوط الاول والدور الاول وتعدينا الفريق الوسيط البطل اللي هو كرواتيا، وكذلك انتصرنا على بلجيكا المصنف ثانيا عالميا، اكيد بانه حاليا بالرغم من المدرسه الاسبانيه والمنتخب الاسباني ابان على قدرات عاليه، لان تكون اللاعبين لهم خبره وهما مفاتيح اللعب الاسباني، كدافي كبيدري كذلك بوسكيتس له خبره، هو عميد الفريق، ولا ننسى العناصر الاخرى. ولكن المنتخب المغربي ككتله حاليا كفريق منظم، اول شيء هناك منظومه دفاعيه قويه جدا، يعني صعب باش تجمع المنتخب المغربي، وزيد على هذا المهارات الفنيه والقيمه الاضافيه التي اعطوها لا زياش ولا بوفال حاليا، ونصيري كذلك اللي يمكن تحرر من الضغوطات اللي كانت عليه. انت كتعرف يعني لاعب كره القدم عليه ضغوطات من طرف الجمهور، لما هذه الضغوطات تخلص استطاع يسجل الهدف الاول والهدف الثاني، خصوصا انه سجل في اسبانيا في 2018، فالحين يعني هو متحفز كثيرا كذلك باش يسجل المنتخب الاسباني، واكيد حتكون هناك يعني الحين دخل التاريخ وليد، الفريق دخل التاريخ من بعد 36 سنه ما مرش الدور الثاني، ولكن لو مرينا الدور الربع حتكون يعني هذه من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا نفتخر به كثيرا، وهذا كل ما نتمناه ان شاء الله. طيب كابتن رشيد، انا فنيا كنت اتحدث منذ لحظات عن صعوبة المواجهة لأسباب كثيرة، وليونيل ميسي نفسه تحدث امبارح في تصريحاته وقال إن المنتخب الأسباني هو أصعب منتخب في المونديال. تكتيكيا وفنيا كيف تتعامل مع منتخب يستطيع التحكم في الكرة طوال الوقت، السيطرة على الكرة طوال الوقت، يستطيع الخروج بالكرة بشكل جيد، من الصعب الضغط العالي عليه لأنه يستطيع الخروج بالكرة، من الصعب البقاء في مناطقك الدفاعية لأنه يستطيع تفكيك الخطوط الدفاعية، تتعامل إزاي مع منتخب منظم تكتيكيا وفنيا زي المنتخب الأسباني؟
اكيد احنا نعرف كما سبق عندك في اسبانيا، ونعرف بانه يعني اجمل او اغلبيه العناصر اللي تكون المنتخب الاسباني كلها من برشلونه، وبرشلونه نعرف يعني ستايل تاعها يعني طريقه لعبه استحواذ على الكره، وكذلك ممكن يعني من 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 انصاف الفرص تخلق لك يعني تخلق لك هدف. صح. وهذا شيء لاحظناه يعني خصوصا البدايه الموفقه للمنتخب الاسباني، ولكن المباراه الاخيره تعطينا بصيص من الامل لان المنتخب الياباني استطاع خنق اسبانيا. احنا لازم كل فريق، وحاليا وليد البلاجي مع طاقم ما شاء الله من المستوى العالي من رشيد محمود، انه طاقم تحليل المباريات ويعطيه بدقه يعني ايجابيات وسلبيات كل لاعب، ايجابيات الفريق وسلبيات الفريق، واظن بان هذه المعطيات سوف تساعد وليد على اساس نلعبوا على قوتنا. احنا مش حنتراجع للوراء، ولكن ممكن ندافع في نصف الملعب، ولكن في نفس الوقت قدروا يعني بهجمات مرتده او هجمات سريعه، ممكن يعني عن طريق زياش الذي يتقن المراوغات ويتقن التبريرات يعني العصيص والتبريرات الاخيره او العرضيات يستغلها سواء نصير او بوفال. وكذلك هناك يعني ارتكاز قوي جدا شخص المرابط الذي يعد صمام الامام ويربط ما بين الدفاع ما بين الهجوم. هذو كلها معطيات لازم ناخذها، وناخذ كنموذج غير قريب هو المنتخب الياباني، كيف منتصر المنتخب الياباني على المنتخب الاسباني. صحيح. انا بشكرك ان انت ذكرت اسم سفيان مرابط، عشان سفيان مرابط تحديدا عامل مباراه كبيره او عامل بطوله كبيره جدا في كاس العالم، محور مهم جدا، محور يرتكن عليه المنتخب المغربي بشكل رائع جدا في وسط الملعب. استاذ كريم، نقطه ممكن اضيفها؟ تفضل. ان هذه مباراه لازم تربحها، وهذه المباراه ممكن تمشي حتى الاشواط الاضافيه، فاحنا نحتاج كل اللاعبين من الناحيه البدنيه في هذه المباراه. أو أكيد بأن هناك طاقم طبي يشتغل يعني باحترافية كبيرة جدا، أنه مشكور رئيس الجامعة السيد فوزي القجع الذي أعطى كل الإمكانيات وكل الظروف، وهذه مش من الحين، من 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 طيلة هذه الأعوام الأخيرة شفنا بأن هناك احترافية تشوف كل الفرق المغربية وكذلك حتى المنتخبات. أكيد بأنه في قمة المنتخب المغربي حاليا هناك معدين بدنيين، هناك معدين كذلك فيزيولوجيين الذين يهيئوا اللاعبين. انا نتمنى يكونوا اللاعبين في كامل لياقتهم البدنيه، لان احنا نحتاج لياقه البدنيه بالدرجه الاولى. صح. زيد على هذا. تفضل يا فندم. طيب، فقدنا الاتصال كابتن رشيد الطوسي المدير الفني الاسبق للمنتخب المغربي، بشكرك شكرا جزيلا.